بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد في ختام الأسبوع، وعندنا النهاردة أخبار كتيرة وكواليس مهمة جدا بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن النهاردة 5 يناير بداية عهد جديد للكرة المصرية، أخيرا بعد سنتين ونصف من بعد كأس الأمم الإفريقية اللي نظمتها مصر عام 2019، اليوم تم انتخاب مجلس إدارة جديد بعد فترة تم تعيين فيها لجان مؤقتة شهدت فيها اضطرابات كثيرة جدا للكرة المصرية بسبب هذه القرارات والتعيينات اللي جاءت من الاتحاد الدولي خلال الفترة السابقة. عهد جديد، نتمنى التوفيق للمجلس القادم أن يكون العدالة هو المعيار الأساسي في إدارة الكرة المصرية، خاصة أن احنا خلاص على أعتاب منافسات كأس الأمم الإفريقية وجولة البداية يوم الأحد القادم بإذن الله، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. أيضا في حالة الترند النهاردة هنتكلم على استعدادات الأهلي لكأس الرابطة، وطبعا النهاردة اليوم الثاني في التدريبات بعد العودة من الراحة السلبية، ولسه قدامنا كمان 72 ساعة عشان تكتمل الصفوف ويكون كل اللاعبين اللي بالتأكيد خارج الأجندة الدولية موجودين مع الأهلي في التدريبات، وأيضا كمان بيتسو موسيماني يقود التدريبات خلال الثلاث أيام القادمة. حالة فيها تفاصيل وكواليس، وهنلقي الضوء برضه على بعض الأمور الخاصة بمستقبل فريق الكورة خلال الفترة اللي جاية. لكن خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال لحلقة اليوم، وأنا عارف إن لسه مباريات كأس الرابطة وأول مباراة للأهلي يوم 13 يناير أمام الجونة، لكن من النهاردة كده الكل يتوقع معاه ويقول توقعاته للتشكيل اللي ممكن يلعب بيه الأهلي مباراة الجونة ومباراة كأس الرابطة في ظل غياب الدوليين. في 9 لعيبة موجودين في منافسات الكاميرون، فبالتأكيد هيكون في غيابات عديدة، ففي ظل الغيابات دي مين التشكيلة اللي ممكن يبدأ بيها بيتسو موسيماني مباريات كأس الرابطة والانطلاقة أمام الجونة؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من آرائكم ووجهات نظركم واقتراحاتكم على التشكيل المتوقع. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل الاستعدادات لكأس الرابطة. وفي الترند المحلي، فوز قائمة جمال علام بانتخابات الجبلية. وكمان صلاح والتريزيجيه ينضمان لتدريبات المنتخب قبل السفر للكاميرون. نروح لمباراة النهاردة، وهي مباراة وحيدة لكنها مباراة كبيرة في ظل غياب اللاعبين الأفارقة، لكن بالتأكيد مباراة مهمة جدا. النهاردة في كأس الرابطة الإنجليزية مباراة نصف النهائي الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، تشيلسي يستضيف توتنهام. مباراة مهمة وبالتأكيد هنتابعها كلنا في مساء اليوم في السهرة، لكن بالطبع الكل باب يستعد للأسبوع القادم، منافسات كأس الأمم الإفريقية ومباريات كأس الرابطة، وهتبقى في فترة كده ما بين المباريات الإفريقية والمباريات المحلية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز خبر معانا النهاردة في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. النهاردة أبرز خبر معانا انتخابات اتحاد الكورة. زي ما قلت معاكم في بداية الحلقة وفي الانترو، يمكن بعد حوالي سنتين ونصف يمكن منذ إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019 وبعد استقالة مجلس الإدارة وقتها، الاتحاد الدولي تدخل في فترة من الفترات وتم تعيين لجان مؤقتة لإدارة الكرة المصرية. هي خريطة جديدة أو إدارة جديدة للاتحاد الدولي بيحاول يتفادى فكرة أن يكون في إدارة من خلال المدير التنفيذي، وده ما بيحصلش إلا في أفريقيا. يعني على مدار سنتين ونص شفنا الكلام ده في مصر وفي كينيا وفي كوت ديفوار وفي الكاميرون، في دول كتير جدا كل ما يكون في مشكلة في إدارة بعض الاتحادات على طول الاتحاد الدولي بيعين لجنة. وزي ما يكون إدارة الاتحادات في الفيفا دورها أو الواجب اللي منوط بيها أن هي تعين لجان في الاتحادات الوطنية في إفريقيا. عموما تم تعيين لجان، لجنة خماسية، لجنة ثلاثية، لجنة أحادية. عموما الحمد لله يعني انتهت الفترة دي بمشاكلها بإيجابياتها بسلبياتها، وإن كانت سلبياتها كانت أكتر بكتير من كل الإيجابيات. لكن النهاردة كان في انتخابات، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد أسفر عن فوز قائمة جمال علام بإدارة الاتحاد وإدارة الكرة المصرية خلال الفترة القادمة. بالمناسبة الفترة اللي جاية ممكن ما تكونش 4 سنين، لأن نجاح هذا المجلس هيكون أيهما أسبق، أقرب دورة أولمبية اللي هتكون في باريس، ولا لو الدورة الأولمبية القادمة في باريس اتأجلت فهيكون المدة 4 سنين، أيهما أسبق إذا كانت في دورة أولمبية أو إذا كان المجلس هيستمر 4 سنين. النهاردة حضر حوالي 116 نادي للتصويت في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم. قائمة جمال علام خدت بلغ عدد الأصوات، كان نقدر نقول الأغلبية المطلقة 109 صوت،
فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات، بينما تم استبعاد صوت واحد لبطلانه. القائمة بتضم جمال علام رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعي. هذا العدد أو من خلال هؤلاء الأعضاء وهؤلاء الأشخاص هم اللي هيديروا الكرة المصرية خلال الفترة القادمة، وكلنا طبعا عارفين كل الأسامي لهم باع طويل جدا في السنوات السابقة، سواء في إدارة بعض الأمور في مجالس إدارات أندية أو حتى في اتحادات سابقة أو حتى كمان داخل لجان الاتحاد في السنوات السابقة. هم كان في لقاءات أجرتها قناة الأهلي مع القائمة اللي نجحت النهاردة برئاسة جمال علام. نخرج في هذا التقرير نشوف يعني انطباعاتهم وآرائهم بالنسبة للمرحلة القادمة، وإمتى ممكن يكون في أول اجتماع، والمرحلة الجاية بالتأكيد عندنا منافسات كأس الأمم الإفريقية. نخرج لهذا التقرير نسمع آراء الأعضاء اللي تم انتخابهم اليوم، بعدها فاصل، ثم بعد الفاصل نعود إليكم بأخبار مهمة جدا عن النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله ده الملف الأساسي اللي عندنا دلوقتي، إن احنا نبقى داعمين للمنتخب الأول، وإن شاء الله كلنا هنكون في داعمين ليه، سواء الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الفني بالكامل، الجهاز الفني وإداري، وإن شاء الله بإذن الله نوعدكم إن احنا هنحقق كل طموح الشعب المصري بإذن الله على قدر الإمكان بتاعنا احنا، إنما احنا هنبقى داعمين للمنتخب في الفترة ده، ومفيش ملف تاني هنفتحه غير ملف المنتخب حاليا. أتمنى تبقى بداية كويسة، بداية طيبة للكرة المصرية، إن رجعت تاني اتحاد الكرة يبقى مجلس منتخب. نتمنى إن شاء الله إن البرنامج اللي احنا اتفقنا عليه إن احنا نبني القاعدة من تحت، مع طبعا مع الاهتمام طبعا بالمنتخبات اللي موجودة فوق، إنما طول ما احنا مش هنشتغل من تحت ونبدأ من تحت من البراعم والناشئين وشباب ونوفر الملاعب الكويسة عشان نقدر نعلم الأولاد اللي طالعين. طبعا لازم نشكر الدولة كلها ونشكر كل من ساهم في هذا الصرح الكبير، والملاعب الموجودة دي لازم نستفيد منها. موضوع ان احنا المنتخبات بتروح في فنادق وتدفع ملايين عشان معسكرات وفي حجز وفي ملاعب ولا بيأجر ملعب، حاجة طبعا صعبة جدا. اللي احنا شفناه دوت الحقيقة حاجة فخر للكرة المصرية، فخر الدولة المصرية من ضمن الملاعب. ونتمنى ان شاء الله استاد العاصمة الجديدة يكمل عشان تبقى كل مباريات المنتخب المصري تبقى هناك، لانه اكبر استاد هيبقى موجود في مصر، في مجموعه كبيره طالعه مع المنتخب المصري ان شاء الله. واحنا من اول يوم طبعا بندعم الجهاز الفني وملتزمين بالعقود اللي عملوها الجهاز الفني لغايه شهر 3 ان شاء الله، وكل الدعم، لان احنا ما عندناش حلول الا احنا لازم كل مصر تدعم الجهاز الفني حتى النهايه وحتى شهر 3 ان شاء الله. والله الحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ونعمل حاجات يعني كويسه تكون في صالح الكرة المصرية بإذن الله. نتمنى ان قراراتنا تبقى يعني قرارات ان شاء الله تبقى في الصالح العام لصالح الكرة المصرية. مسؤولية كبيرة علينا، واحنا يعني زي ما هم جوه ودعمونا وجوه بالكامل وقالوا نعم لقائمتنا، احنا ان شاء الله نعودهم من الفترة اللي جاية يكون شغلنا الشاغل هم ومصلحتهم. طبعا الفترة اللي جاية عندنا سفر للكاميرون، اغلب الزملاء مسافرين مع الفريق للكاميرون ان شاء الله لمساندة الفريق الاول، وان شاء الله ربنا يكلل تعبهم ومجهودهم كلهم ويرجعوا بالكاس ان شاء الله. والاستعداد كمان للمباريتين الفصلتين بتوع الوصول لكاس العالم، ثم الامور اليوميه بتاعت الاتحاد ان شاء الله، منها تكوين الروابط للقسم الاول الثاني والثالث والرابع، وان شاء الله يكونوا على نفس المستوى بتوع القسم الاول ان شاء الله. بشكر كل اعضاء الجمعيه العموميه اللي ثقتهم فينا بلا حدود، وان شاء الله نرد الجميل من خلال تطوير حقيقي لكره القدم في مصر. تعبنا كتير قوي السنوات اللي فاتت، الانديه كانت حقها مهدر في كافه الدرجات. احنا جايين بفكر جديد، جايين بفريق عمل واحد، قلبنا على قلب بعض، كلنا عاوزين يعني كل الشكر لمن سبقونا، كل انسان له ايجابياته وله سلبياته، هنبني على الايجابيات، السلبيات هنحاول ان احنا نعالجها. عاوزين نغير الشكل شويه، عاوزين نغير الشكل في مسابقات الناشئين، في الاهتمام بالمنتخبات على مستوى الـ الـ الاعمار السنيه كلها. عاوزين كمان المناطق اهتمام بها اكتر، الحكام ايضا مزيد من الاهتمام خلال الفتره القادمه. عايزين الروابط زي ما نجحت الرابطه في اداره الدوري الممتاز يكون عندنا روابط القسم الثاني والثالث. احنا مش جايين عاوزين نستأثر بكل شيء، لا، احنا زي ما قلت مره تكرارا، اعضاء الجمعيه العموميه سواء من له صوت او من ليس له صوت هم اصحاب البيت،
واحنا كمجلس ضيوف عليهم ممكن نكون موجود معاهم فتره بعد كده مش موجودين، عاوزينهم يقولوا في يوم من الايام الناس دي احسنت، الناس دي كانوا في ظهرنا، الناس دي قدموا حاجه كويسه للكره المصريه، وده هدفنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ممكن يكون في اجتماع النهارده وبكره كمان ان شاء الله هنشوف ايه اللي نقدر نقدمه للنادي الاهلي في الفتره القادمه. النادي الاهلي بيمثل مصر، النادي الاهلي دايما بقول هو مصدر الفرحه مع منتخب مصر للجماهير المصريه، فكل الدعم للنادي الاهلي الكبير بجماهيره الكبير بلاعبيه الكبير بمجلس ادارته برئاسه طبعا نجمنا الكبير كابتن محمود الخطيب اللي هو مثال يحتذى به في كل شيء، فكل الدعم ان شاء الله هنشوف هنقدر نعمل ايه ومش هنتاخر ابدا عن النادي الاهلي. شرف ليا طبعا ان انا موجوده في قائمه الاستاذ جمال علام، فيها قامات محترمه جدا وقامات ذات خبرات، وان شاء الله انا استفاد منهم ونقدر بخبراتنا كلنا نجمعها ونخدم بها كره القدم المصريه ان شاء الله. طبعا وجود المراه طبعا بقى عنصر اساسي وموجود في كل المجالات عندنا في مصر، وطبعا تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيدعم المراه في جميع المجالات وبيسال عن منتخب الكره النسائيه، في ظل كل ده لازم احنا كمان يكون عندنا العزم والقوه والقرار ان احنا فعلا نبقى متواجدين بقوه وباراده وفي نفس الوقت بتأهيل، يعني نكون مؤهلين في لهذا الموضوع. فان شاء الله باذن الله انتشار لعبه الكره النسائيه على مستوى مصر كلها، ونجهز ونحضر المنتخب مصر الكره النسائيه اللي هيقدم مصر ان شاء الله باذن الله بمنتخب النسائي بشكل جديد. النادي الاهلي هنا في بطوله كاس العالم للانديه هو بيمثل مصر، يعني هو ما بيتكلمش على نادي بعينه، لا احنا بنتكلم على منظومه كلها وراه علشان هو بيمثل اسم مصر. وطبعا هنا ما بيبقاش اهلي وزمالك ولا كده خالص، هو بيتكلم ان احنا منتخبنا بنتكلم من ناحيه وطنيه بقى خلاص، احنا بنتكلم على اسم مصر موجود وبيمثلنا النادي الاهلي، فكل الدعم ليه طبعا من جميع اطياف مصر كلها وجميع انديه مصر كلها. ان شاء الله اتحاد الكوره مجلس ادارته المنتخب اللي بيمثل الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هتكون شريك لنا في كل القرارات، وان شاء الله تعالى هنوجد مداخل لتطوير الكرة المصرية والاهتمام بالأقسام الثاني والثالث والرابع والناشئين، ده موضوع مهم جدا، ومنظومة التحكيم وكل الملفات اللي أعضاء الجمعية العمومية طالبينها هنقتحمها بكل قوة وشفافية علشان نقدر نحقق طموحات الشعب المصري. وكل اتحاد الكرة بيدي كل الدعم والتأييد والقوة والمساندة للمنتخب القومي في مهمته القومية، بندعم الجهاز الفني بالكامل وبندعم اللاعبين، واللاعبين وعندنا ثقة فيهم انهم يقدروا يحققوا طموحات الشعب المصري. فرقة اللي بتملك احسن لاعب في العالم محمد صلاح والرجالة اللي معاه قادرين جدا على انهم يحققوا طموح الشعب المصري. اهلا بحضراتكم من جديد، وكنت بتابع مع حضراتكم بالتاكيد التقرير الخاص باعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم اللي تم انتخابهم صباح اليوم في مركز المنتخبات الوطنيه. اتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه، التركه ثقيله فيها شغل كتير ومحتاجين يشتغلوا ال 24 ساعه في ال 24 ساعه نتيجه طبعا التخبط الاداري اللي كان موجود خلال السنتين ونصف. لكن طبعا واحنا بدايه عهد جديد كان في لسه حاجه متاخره كده من العهد الاخير، واللجنه الثلاثيه اللي كان بيديرها احمد مجاهد في الفتره الاخيره، اتمنى بقى الفتره الجايه بعد ما رحل عن الاتحاد المصري واصبح هناك مجلس جديد يطلع بقى يشرح لنا اللي كان بيوعد بيه واللي قاله قبل كده ليس كل ما يعرف يقال، وازاي الاهلي هيلعب بكامل نجومه في كاس العالم للانديه. احنا مش هننسى لان الكلام اللي اتقال ده المفروض وقتها لازم لما يطلع مسؤول ويتكلم يكون قد الكلمه اللي بيقولها وقد المسؤوليه، يا اما لو هو مش قد الكلمه او مش قد القرار اللي هيتاخد ما يطلعش يقول الاهلي يلعب بكامل نجوم والمنتخب بكامل نجوم. اتمنى يكون في صراحه مع الاعلام ومع الجمهور الفتره الجايه عشان نعرف المشكله اللي فيها الاهلي دي ازاي هتتحل. انا سمعت الاعضاء الجدد للمجلس الاداره وهم بيتكلموا هيكون كل الدعم للاهلي، الاهلي بالتاكيد بيشارك في حدث دولي كبير كاس العالم للانديه، مش بيمثل نفسه بس، ده بيمثل مصر في حدث كبير واستثنائي زي ده. فاتمنى الفتره الجايه يكون في دعم بقى بشكل ملحوظ. والكلام المهم هنا في الجزئيه دي لسه الناس بتدير ولسه الناس بتتولى المسؤوليه من النهارده، لكن كل التفاصيل كانت مع اللجنه الثلاثيه مع الاستاذ احمد مجاهد اللي قال ما تقلقوش والموضوع هيخلص ومش كل حاجه تتحكي. لكن احنا شفنا على مدار اخر شهر ايه اللي كان بيحصل، والحمد لله احنا هنا كنا بنقول لكم ايه اللي بيحصل بالظبط، لان مهم جدا يكون في صراحه مع الناس طالما احنا عندنا الحق ان احنا نتكلم ونشرح للناس كل الكواليس. طيب اروح بقى لاخبار الاهلي،
وفي ال 48 ساعة اللي فاتت كده شفنا أخبار وشفنا كلام غريب جدا. قبل ما انتقل بس لجزئية التدريب، لأن في كلام قبل ما نروح للتدريب ونتكلم عن المران النهاردة استعدادا للفترة اللي جاية، ناس طالعة بأخبار وعناوين بتتكلم على بيتسو موسيماني، وبتتكلم على إن بيتسو موسيماني ممكن ما يكونش مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية. هو عقد الأهلي مع موسيماني هيخلص النهاردة أو هيخلص الشهر الجاي؟ ده الأهلي مقبل على كأس عالم أندية في الفترة اللي جاية، يعني خلال شهر. ده العد التنازلي بدأ على موقع الفيفا من امبارح، يعني بنتكلم في حوالي 29 يوم. أي منطق وأي عقل ممكن يتكلم على فكرة تجديد عقد لمدرب دلوقتي هو لسه أصلا باقي في عقده حوالي 8 شهور أو 9 شهور؟ دي نقطة. النقطة التانية، هو في من المنطق إن حد يطلع يصرح أو يقول إن المدرب مش مكمل مع الأهلي وإن الأهلي بيتفاوض مع مدرب آخر في الفترة القادمة؟ أنتوا يا جماعة لما بتكتبوا الكلام ده، هل أنتوا مدركين أهمية الكلام اللي بيتكتب؟ هل مدركين إن الكلام ده ممكن يعمل بلبلة؟ هل مدركين ان ممكن القارئ اللي هيقرا ده او المشاهد اللي قاعد بيتفرج او المستمع اللي قاعد بيسمع اذاعه، هل ممكن يصدق كلمتين زي دول؟ مدرب واخد سوبر افريقي امام الرجاء، كسبان 2 دوري ابطال افريقيا، واخد 2 سوبر افريقي، خد البرونزيه كاس العالم، بينافس على بطوله دوليه كبيره كاس عالم انديه. اي منطق واي عقل ممكن يتكلم على فكره ان مدرب ممكن يمشي قبل كاس العالم؟ ازاي؟ باي عقل؟ يعني باي منطق ممكن حد يفكر في كتابة خبر حتى بالشكل ده؟ أو ممكن يطلع يقول للمشاهد خبر من المعنى ده؟ لا في جلسة للتجديد حاليا، ولا في كلام في إطار التجديد الفترة الحالية، والراجل مكمل مع الأهلي، والملف ده اتفتح خلال الأربع شهور اللي فاتوا 3-4 مرات، والأهلي طلع بيان من شهرين وقال الموضوع خلاص مغلق وبنكمل لغاية نهاية الموسم، وعندنا كأس عالم أندية. إزاي؟ يعني إزاي ممكن أنا كإعلامي أو كصحفي أكتب خبر بالمعنى ده القارئ اللي هيقراه يصدقني؟ عندي كاس عالم، هتفاوض مع مدرب لو ما اتفقش معايا امشيه؟ ما الدنيا ماشيه كويس وفي استقرار فني واستقرار اداري، هل حد ممكن يفكر بالشكل ده؟ استحاله. الامر مش يتوقف فقط على المدير الفني، لا ده كمان احنا رحنا للصفقات، وكان الناس مش واخده بالها ان انتقالات يناير الاهلي اذا ضم صفقه هتبقى هي صفقه وحيده، لكن سمعنا اسم لعيب من المحل واسم لعيب من الاسماعيلي، والنهارده اسمه مدافع في فريق الاسماعيلي، واسم صفقات خارجيه، واسم لعيبه ممكن تنتقل في يناير، ده هو مقعد واحد في القائمه الافريقيه. وانت لما تبقى حريص على انك تجيب صفقه في يناير بتجيبها ليه؟ عشان تكمل النواقص اللي عندك في القائمه الافريقيه، هو مقعد واحد. وممكن المقعد ده يتسجل من لعيبه من قطاع الناشئين، لان كمان انت عندك لعيبه اصلا ممكن تطلعها اعاره الفتره الحاليه، يعني انت عندك لعيبه ممكن تطلعها اعاره. فاذا بتتكلم على مدافع الاسماعيلي ومهاجم الاسماعيلي ومدافع غزل المحله، ده لسه المشوار طويل، ده احنا لسه ما بدناش كاس الامم. انا عارف ان الفتره الجايه ما فيهاش شغل كتير وما فيش ماتشات كتير، لكن هنبدا من دلوقتي نتكلم بقى على موسيماني والتجديد والصفقات واللعيبه اللي رايحه واللعيبه اللي جايه، هنقعد كده بقى لغايه نص اتنين، فتره طويله قوي وبداناها بدري قوي وما فيهاش مصداقيه، والناس بتتعامل على فكره ان ايه؟ ذاكره السمك. نكتب الخبر والمعلومه ونكرره بعد شهرين والناس مش واخده بالها انا كتبته من شهرين بنفس الصيغه بس غيرت الديباجه او غيرت المقدمه. اخبار كلها عاريه من الصحه وغير صحيحه، واتمنى ما يكونش الهدف منها ان هو يبقى فيها بلبله او يعمل هزه كده او عدم استقرار داخل صفوف النادي الاهلي. النهارده كان في مران والفريق استأنف تدريباته النهارده الظهر على ملعب مختار التتش بالجزيره، وده اليوم الثاني للتدريبات عقب العوده من الراحه السلبيه بالامس. قدامكم على الشاشه عدد من اللاعبين، وزي ما شرحت امبارح في مجموعه بتتمرن من يوم 4 يناير وفي مجموعه ثانيه هتخش للتدريبات من يوم 8 يناير، وتم تقسيم العدد طبقا طبعا للحالة البدنية لكل لاعب في الفترة الأخيرة. اللي كانوا بيشاركوا بشكل أساسي زي مثلا محمد مجدي أفشة هيرجع من 8 يناير، واللي بعيدين تماما عن المشاركة بدأوا من يوم 4 يناير، أبرزهم طبعا حسام حسن ومحمد محمود وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وشفنا كمان الكابتن وليد سليمان بالأمس كان موجود مع عدد من اللعيبة. المران بدأ بفقرة تدريبات بدنية في الجيم استمرت حوالي 40 دقيقة، وبعدها خاض اللاعبين تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني للفريق. خلال الفترة الحالية كلنا عارفين اللي هيقود التدريبات الكابتن سامي أمصالح حين عودة بيتسو موسيماني إن شاء الله من تنزانيا، لأنه حاليا بيقضي الأجازة في تنزانيا وراجع إن شاء الله يوم 8 لقيادة التدريبات. عندنا مباراة مهمة جدا يوم 13 أمام فريق الجونة. شارك لاعبو الأهلي في تقسيمه بالكرة وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد. قدامكم على الشاشة هي جزء من التدريبات اللي خاضها اللاعبين صباح اليوم أو ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. طيب دي كانت أبرز حاجة خاصة بتدريبات الأهلي، والجزء المتعلق بقى بفكرة
الصفقات والمعارين وبيتسو موسيماني، والموضوع اللي مش عايز يخلص ده بقى له فتره، مش عارف ليه الراجل متعاقد لمده سنتين لسه باقي له 6 شهور، ماشي بشكل يعتبر جيد جدا مع الاهلي في الفتره الاخيره كنتائج افريقيه محليا كمان، يعني الحمد لله احنا في صداره الدوري الفتره القادمه بنستعد لكاس عالم انديه. لكن هو ده حال الاعلام بشكل عام، البعض بيحاول كده ايه يكتب اخبار عشان القرايه والمشاهده. هنروح لترند الاهلي ونشوف تفاصيل غريبه، هتقروا حاجات النهارده غريبه في ترند الاهلي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف ترند الاهلي والسوشيال ميديا واكتر حاجه ركزوا عليها بخصوص الاهلي في الفتره الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا وابرز حاجه تناولتها السوشيال ميديا بخصوص الاهلي. سبورت 360 مصريه النهارده عملت حاجه شبيهه بالسؤال اللي طرحناه للساده المشاهدين من خلال حسابها على تويتر، بتتكلم على تشكيل الاهلي المتوقع في بطوله كاس الرابطه، هل تتفق مع هذه الاختيارات؟ طيب نشوف معانا التشكيل المتوقع من خلال سبورت 360 مصريه. علي لطفي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين شمال محمد هاني ظهير ايمن، كريم فؤاد ظهير ايسر، 2 مساكين رامي ربيعه وياسر ابراهيم، 2 وسط ارتكاز عمار حمدي ومحمد مجدي قفشه، قدامهم 3 في خط الهجوم حسين الشحات واحمد عبد القادر وبيرستاو، وفي الهجوم راس حربه حسام حسن. هو تشكيل افضل طبقا للمتاح بعد غياب عدد كبير جدا بسبب القائمه والاجنده الدوليه بالنسبه لمنافسات كاس الامم، بس تشكيل بصراحه ممتع اتمنى اشوفه في كاس الرابطه، لان في مهارات في قوه يعني خط الدفاع من خلال رامي وياسر، لكن في كوكتيل مهارات في وسط الملعب والهجوم غير طبيعي، سواء عمار وقفشه وبيرستاو والشحات واحمد عبد القادر، والقوه البدنيه والمهاريه ايضا كمان لحسام حسن. طيب اروح لي كمان الوطن سبورت وبيتكلموا على محمود متولي. حساب الوطن سبورت على تويتر بيقول ان الاهلي يعلن غياب مدافعه عن كاس العالم للانديه. الاهلي لم يعلن اي شيء متعلق ان محمود متولي لن يلحق بكاس العالم للانديه. الاهلي ما اعلنه بالظبط استمرار محمود متولي في البرنامج التاهيلي في الدوحه حتى نهايه شهر يناير. ده استنتاج، يعني اللي كتب في الوطن سبورت النهارده عباره عن استنتاج وليست معلومه مؤكده، بدليل ان اسم محمود متولي تم ارساله في القائمه المبدئيه يوم 3 يناير اول امس، الديدلاين اللي حدده الفيفا عشان ترسل القائمه المبدئيه ب 35 لاعب من ضمنهم محمود متولي. وفكره ان محمود متولي مكمل البرنامج التاهيلي في الدوحه حتى اخر يناير ده عشان يبقى فيه فرصه انه يلحق منافسات كاس العالم للانديه، يلحق منافسات كاس العالم للانديه. الاستنتاج ده استنتاج خاطئ، لو تم التفكير فيه بتمعن شديد وتم اجراء اتصالات بالمصادر هيقول لك ان تم الاتفاق على استمراره في الدوحه حتى نهايه الشهر عشان امل اللحاق بمنافسات كاس العالم للانديه، لان طبعا البرنامج التاهيلي في اكاديميه سباير في الدوحه هتبقى فرصه طيبه ان محمود متولي يلحق مباريات كاس العالم للانديه في ظل ان ممكن يكون في غيابات بسبب مشاركه الدوليين في منافسات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. طيب نروح كمان نشوف خبر تاني من خلال السوشيال ميديا. حساب بوابة الأهرام بيتكلموا على حسام حسن، وامبارح كان عندي خبر أيضا كمان لحسام حسن بيتكلموا على إن في عروض ممكن حسام يوافق عليها وينتقل في شهر يناير الجاري. الأهلي يرفض رحيل حسام حسن في الانتقالات الشتوية، وأنا بأكد الخبر، حسام حسن مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم، وكل الفرص في كأس الرابطة هتبقى متاحة لكل اللعيبة عشان كل واحد تبقى رجليه في الملعب قبل منافسات كأس العالم، لأن يوم 3 فبراير لما تختار القايمة هيكون مهم جدا ظهورك الرائع في كاس الرابطه عامل اساسي عشان تخش قائمه ال 23 في ظل ان التسعه الدوليين لسه في الكاميرون، فمش هتبقى عارف وقتها لسه مكملين ولا مش مكملين، ففرصتك في الفتره اللي جايه تثبت عشان تقدر تخش القائمه النهائيه في كاس العالم يوم 3 فبراير. اروح كمان لحساب الاهرام، وده جزء من اللي كنت بتكلم عليه في الفقره السابقه بخصوص الصفقات والانتقالات. مدافع غزل المحله امبارح فوجئنا خبر انضمام محمد فتح الله مدافع غزل المحله الى النادي الاهلي. النادي الاهلي نفى وغزل المحله نفى، فمش عارفين مصدر الخبر، هل ممكن عنده عروض تانية فبعض الوكلاء بيحاولوا يعني فرصه ان هو يزود السعر شويه؟ وارد على فكره ده بيحصل في الكوره على طول، وبنبقى عارفين ده اول ما بتلاقي في اخبار خاصه طالعه من سمسار او من وكيل لعيبه بتعرف ان هي الهدف منها ان هو يعلي القيمه التسويقيه للاعب بتاعه قبل ما يكون منتقل لنادي اخر، في ظل ان الكلام ده تلاقيه
يا اما في الانتقالات الصيفيه يا اما في الانتقالات الشتويه، صعب تلاقيه في شهر 11، صعب تلاقيه في شهر 4 او شهر 5. النادي الاهلي نفى وقال ما فيش اي مفاوضات اصلا، والخبر ده لا اساس له من الصحه، واللاعب ايضا خارج الحسابات الفنيه. مع كامل تقديرنا لامكانيات هذا اللاعب محمد فتح الله من المدافعين المميزين جدا في الدوري المصري وفي غزل المحله، ولكن كناحيه فنيه النادي الاهلي لم يفكر في تدعيم هذا المركز داخل صفوف الفريق الفتره اللي جايه. نروح للخبر اللي جاي ونركز مع بعض في الخبر اللي جاي عشان تعرفوا ان كتابه الاخبار دلوقتي بقت بتتعمل يعني بشويه سسبنس كده وبشويه سبايسي عشان تعمل اثاره، وبيبقى ليها اهداف انا شايفها بصراحه مش اهداف بريئه. ليه بقى؟ لان دايما بحس الاخبار بتبقى رايحه اكتر ناحيه لاعبي النادي الاسماعيلي، وطبعا الخبر لما يكون رايح ناحيه لاعبي النادي الاسماعيلي وفي اسم الاهلي بيزودوا الحساسيه ما بين جماهير الناديين، وبتبقى الاخبار بنسبه 99% اخبار صحيحه، لان الاهلي لا يفكر اطلاقا في اي لاعب داخل صفوف الاسماعيلي، لا شكري نجيب اللي راح فاركو ولا باهر المحمدي. نركز مع بعض في تفاصيل الخبر. اليوم السابع النهارده كتب ايه؟ تمهيدا لبيعه للاهلي، تمهيدا لبيعه للاهلي، باهر المحمدي يمد ويعدل عقده مع الاسماعيلي، يعني مدد التعاقد وعدل العقد مع الاسماعيلي. بصوا بقى تفاصيل الخبر. علم اليوم السابع ان باهر المحمدي نجم دفاع الاسماعيلي مد وعدل عقده مع ناديه خلال الايام الماضيه ليحصل بعد التعديل على 6 مليون جنيه سنويا. واكد مصدر داخل اداره الاسماعيلي ان باهر المحمدي يتصدر قائمه اعلى اللاعبين على مستوى الاجر رغم قيام الاداره بتخفيض العقود والتخلص من اللاعبين، الا ان الموافقه على رفع عقد باهر بهذا الشكل جاءت تمهيدا لبيعه خلال الفترة المقبلة وبالتحديد الصيف المقبل. وأكد وكيل اللاعب، ده اللي كنت بقوله معاكم من شوية منذ حوالي لحظات كده قليلة، كنت بقول لكم ان معظم الأخبار بتبقى طالعة من السماسرة او حتى وكلاء اللاعبين، بيقول لك يأكد وكيل اللاعب لإدارة الإسماعيلي انه سيقوم بتسويق اللاعب وعرضه على عدد من الأندية الخارجية والداخلية وعلى رأسها الأهلي الذي ابدى اهتماما بضم اللاعب في وقت سابق. الكلام وعكسه، يعني الكلام وعكسه. أولا بيقول لك إيه؟ الوكيل اللي هيعرضه على عدد من الأندية، طالما الوكيل هيعرضه على عدد من الأندية يبقى الأندية ما طلبتوش، ده ألف بيه في الشغلانة يعني، طالما الوكيل هيعرض اللاعب يبقى الأندية ما طلبتش. وبيقول لك وعلى رأسها الأهلي الذي أبدى اهتماما في السابق. يعني إيه أبدى اهتماما في السابق؟ ما خلاص أبدى اهتماما في السابق وما تمتش، الموضوع انتهى وجاب بدري بنون. إيه بقى اللي هيجد جديد إن يكون فيه اهتمام في الحالي؟ وبعدين انت مديت العقد وعدلت القيمه الماليه عشان لما الاهلي مثلا او اي نادي يخش فلاعيب باقي في عقد 4 سنين فالقيمه بدل ما تبقى 10 مليون تبقى 30 و40 مليون. خبر ملوش علاقه بالواقع، وخبر ملوش علاقه باي يعني حاجه من الكواليس. يعني انت لو كلمت مصدر رسمي في الاهلي هيقول لك الخبر ده لا فكرنا فيه ولا طرحنا فكره ضم باهر المحمدي، ومفيش حاجه تقول لي في السابق وان ممكن دلوقتي الوكيل لما يعرضه فالناس تفكر يقول لك انا فكرت فيه قبل كده فما نجيبه تاني. يعني ازاي باي منطق وباي عقل الناس بتحاول تكتب اخبار بعيده تماما عن اللي بيحصل اصلا في الساحه القرويه والساحه الرياضيه؟ والقارئ اللي هيقرا مش هيصدق. لا في باهر المحمدي ولا في شكر نجيب اللي راح فاركو كان الناس قالت لك ده جاي الاهلي خلال ساعات، لكن كلها اخبار غير صحيحه. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف الترند المحلي واخر اخبارنا في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والترند المحلي. قبل ما افتح الترند المحلي، كلنا عارفين ان عندنا 5 حكام موجودين في منافسات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون: محمود البنا، امين عمر، محمود عاشور، محمود ابو الرجال، واحمد حسام طه. كلهم بالامس اجتازوا الاختبار البدني وهيكونوا جاهزين لمنافسات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون خلال الفتره القادمه. كل التوفيق للتحكيم المصري في كاس الامم في الكاميرون. نروح للترند المحلي ونشوف اول حاجه معانا النهارده وصول صلاح وتريزيجيه الى المنتخب. النهارده الترند المحلي اول حاجه حساب الاتحاد المصري لكره القدم على تويتر، واللي بيقولوا انضم صلاح اليوم محمد صلاح كابتن المنتخب الوطني ومحمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا والمنتخب الوطني الى صفوف الفريق لتكتمل القائمه المسافره الى الكاميرون للمشاركه في نهائيات الامم الافريقيه البالغه 25 لاعب. كلنا عارفين ان كروش ضم 3 كمان بس لان دخلوا التدريبات ولا هيسافر بيهم، وربنا يستر ما يكونش في مشاكل كورونا بالنسبه لبعثه منتخبنا الوطني. محمد صلاح النهارده كتب تويته مهمه جدا قبل السفر للكاميرون خلال ال 48 ساعه اللي جايه. قال الطريق مش سهل بس احنا هنحارب عشان نرجع بالكاس، خليكوا في ظهرنا، شجع مصر. اخر حاجه معايا كمان في الترند المحلي، كارلوس كيروش النهارده على حسابه الرسمي على تويتر كتب قال يا شباب الان نحن جميعا معا
ونستعد الآن للإقلاع والاستمتاع برحلتنا في أمم إفريقيا. رجاء من الجميع شد الأحزمة مع أكبر الطموحات والالتزام من أجل الوصول لهدفنا وحلمنا جميعا. يا رب بإذن الله يا مستر كارلوس كيروش يكون كل التوفيق لمنتخبنا في منافسات كأس الأمم. أروح بقى لمشاركات الجماهير على توقعاتهم للتشكيل اللي ممكن يلعب بيه الأهلي كأس الرابطة. عادل هيبة ده أحد زملائنا الصحفيين برضه حب يشارك معنا وقال في حراسة المرمى علي لطفي، في الدفاع محمود وحيد وياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم فؤاد، خط الوسط محمد محمود وعبد القادر ورامي ربيعة، وفي الهجوم بيرس التاو، حسين الشحات وحسام حسن. وجهة نظر فنية يا أستاذ عادل. كمان معانا محمد بيقول علي لطفي مغربي، ربيعة ياسر، محمد أشرف، كوكا، عمار، كريم فؤاد، عبد القادر، حسام حسن، ميكي سوني. هو محمد عايز يحط تشكيل فيه لعيبة صاعدة من قطاع الناشئين عشان نطمئن على مستواهم في كأس الرابطة. يارا بتقول لطفي، ربيعة، ياسر، وحيد، هاني، عمار، محمد محمود، عبد القادر، الشحات، طاهر، حسام حسن، بالتوفيق إن شاء الله لنادي القرن الإفريقي. آخر مشاركة معايا الأستاذ خالد بيقول توقعاته للتشكيل علي لطفي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، أحمد نبيل كوكا في الدفاع، كريم فؤاد، محمد محمود ارتكاز، هو حط هنا كريم كارتكاز مش لعيب في خط الظهر، أمامه ميكسوني وقفشة وتاو وحسام حسن. الجميل في آراء كل السادة المشاهدين إن هم شايفين في خيارات فنية عديدة لبيتسو موسيماني إنه ممكن يستفيد بهؤلاء اللاعبين في كأس الرابطة. أتمنى يا رب كل التوفيق لبيتسو موسيماني في كأس الرابطة. مهم جدا لو طلعت بعنصر أو اتنين معاك في كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا يبقى شيء رائع جدا مع مجموعة اللاعبين الدوليين، وأيضا كمان اللعيبة ما بتلعبش تدخل شوية منافسات المباريات وتاخد جرعات تدريبية وبدنية في الفترة اللي جاية. كل التوفيق للأهلي وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. وفي الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقة جديدة من الترند الأسبوع القادم. شكرا وإلى اللقاء.